سورة سورة 106 إلى 112. ayetler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من نسخ من آية أو ن نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرْض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرْض؟ وما لكم من من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير <تكلم> <شترك> إن الله على كل شيء قدير. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم